الخبر أول يعاد المقابلة اللي سواها نور ماروية بيسان إسماعيل ببرنامج الغرفة رقم 11. بهذه المقابلة كشفوا هواية حقائق يا حبايب نور مار بيها. فأول شي صارت تسأل إنه هل أنت مع أو ضد إنه مرتك تطلع على السوشيال ميديا؟ فهو قال لا، راح أعطيكم اللقطة شوفوها. مع أو ضد تطلع مرتك بالمستقبل على يوتيوب؟ ضد. بالسؤال الثاني صار تقول لفريقك القديم اللي هو قمر الطائي ويا رمار هل هم كانوا على حق او لا، فصار يقول انه هو على حق. ولما سالته ليش صار يقول ان هم شوفوا شلون صاروا حاليا، انه قزهم ما نزلوا ونزلت مشاهداتهم وانه هو بعد واقف. فكتبوا حبا بالكومنتات هل تشوفون انه فعلا قمر الطائي ويا رب طلعوا من الفريق نزلوا او لا. الدين فلان وفلان وفلان انت بتعرفهم منيح، طيب من شلتك القديمه حلو، كلهم كانوا غلط وانت صح، مع او ضد؟ فقط مع، لانه هلا شنو شافوا وين صاروا وانا وصرت شخصيتك. وبالسؤال الثالث صارت تقول له انه انت تتعمد تطلع بنات عم تجيب مشاهدات، فهو صار يقول لا واثبت لها هذا الشيء، راح احط لكم اللقطات تشوفوها. نور الدين بيتعمد يكون معه بنات ليجيب مشاهدات، ما في عندي، بيستغل هذا الشيء. طيب في عندي فيديوهات مع بنات وفي اكثر مشاهدات، حتى غنيتي يعني اوكي، غنيتك ما كان فيها بنات اوكي، بس موديل ما حدا بيعرفه ابدا، موديل هي الغنيه يعني بكبك بداية. طيب في عندي كتير فيديوهات من عدا اي حدا، اصلا بلشت من عدا اي حدا، اصلا تيك توك كله من عدا اي حدا، تيك توك من عدا اي حدا. كيف الفترة الاخيرة صار انه تطلع ونعمل وكذا، ما كنت بلشت لحالي بكل منصات، ما لها علاقة هاي، بس انه ايه كمحتوى عم بحب، بس انت بتتعمد لا مو بعض الاوقات في عندي يعني فيديوهات مهما كان موضوع. عندي فكرة هلا حاليا ايه؟ ما في ولا بنت. طيب بس عارفة رح تضرب. شو هي؟ ليش اقول لك اياها؟ ما رح تحكيها طبعا لا. عادي هي حريتك الشخصيه بالاخر، يعني فيك تحكي فيك ما تحكي. ايه بس انه بشكل بس عام هي تعتقد ما... انه هالشيء حيجيب مشاهدات؟ ها بدي طبعا، ليش لا، انا ما بسوي شيء اذا ما اكيد. طب تحياتك مبنيه على المشاهدات؟ لا عادي بحب يعني حياتك لا مبنيه لا عادي انا عم بمشي على مسار يوصلني انه اكون ممثل بالايام، فعم بسوي اي شيء ممكن يساعدني هذا الشيء، فجاب مشاهدات ما جاب مشاهدات انا بعرف انه راح اوصل. بسؤال بعد صارت تقول لك كم مره حبيت، انه حب مره واحده بصف التاسع، راح احط لكم اياها شوفوها. طب شو احكي بالضبط تساليني؟ طيب شيء احكي عن حياتك، عن الحب، عن التجارب اللي عشتها. كم مره حبيت؟ حبيت مره واحده لما كنت صغير من صف الاول صف التاسع، وبعدين سافرت من سوريا. كم مره انضحك عليك بالحب؟ طبعا ما حد ما ولا مره طبعا. كم مره طب انت ضحكت على حدا بالحب؟ لا ما ضحكت على حدا، انا بقول لك حبيت بس مره، كيف بدي اضحك على حدا اذا حبيته؟ اوكي ما عشت ولا مره حياتك حب؟ لا حتى ما اقتنعت. كنا نروح على اللي بعده. كنا صغار لحظه شوي اقول لك، بس اقول لك في نقطه حلوه. مع كنا صغار ما كنت افهم ايش معناتها حب، بس انه دائما خلص هي البنت انه الكول، عرفت شلون؟ بعدين هن بزوج البنت على بكير فتزوجت وانا سافرت. ننتقل للسؤال اللي بعده واللي هو باريج دادا، انه شنو علاقتك وياه وليش المشاكل اللي صارت؟ فهو رد صريح انه ماكو اي مشاكل، ولكن كل واحد راح بحال سبيله. راح احط لكم اللقطه شوفوها. احكي لنا عن هذا الشخص. هذا كان صديقي كثير. نعم. كنت اشوفه اكثر من اهلي ايام، عرفت كيف؟ كثير كنا اصدقاء وبس، وبعدين اتجه هو على طريق وانا شو السبب الرئيسي للخلاف بيناتكم؟ لا لا من فتره اخيره ما في خلاف، لا بس من زمان هو حابب يستمر بشيء انا حابب استمر بشيء. شو توجهه؟ يعني على شو اتجه طريق وانت طريق؟ هو اهتم بالمحتوى التركي، انا اهتميت بالعربي. بس هيك؟ يب. هو عم يحكي انه هو اللي شهرك. لا الله. هو شهرك؟ هو شهرك؟ ما حكى هيك، اصلا ما كان معروف انا وياه يعني كنا عادي. انا كان عندي اصلا يوتيوب. طب لو نفترض انه حكى هو شهرك، او في بعض الناس بتحكي انه هو اللي شهرك. المفروض هي حريته الشخصية شو بدي فيها؟ يعني ما انشهرتوا انتوا غير مع بعض، شو ردك على الموضوع؟ نجحنا مع بعض، ما انشهرنا مع بعض، انا اصلا اوريدي كنت قبل ما طيب أدخل. نجاح اللي هو شهرة انت بالسوشيال ميديا. قبل ما ادخل انا اوريدي كنت مشهور، كان عندي على اليوتيوب شيء 400 الف مشترك، يعني كان لي اسم، بعدين في التيك توك وشوي شوي عملنا جروب وحركات وايه ونجحنا. بعدين كملت انا وحدي ولا واحد؟ الله يوفقك حظ. اديني الورقه دي. بالسؤال اللي بعده سألت عن مشكلتك ويا احمد ابو الرب، فرد انه كانت مشاكل عاديه ولكن حلت ولا قضايا ولا شيء، راح احط لكم اللقطه شوفوها. هلا لا 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 انا ما حكيت معه بحياتي ولا هو حكى معي بحياته، هو كان منتقد وانا كان علي الانتقاد انه ينتقدني وبس. كان في بيناتكم محاكم؟ لا الله شو مو لهالدرجه لا. او حكانت حتوصل للمحاكم؟ انا بعتبر خلص هي شغلته ورزقته والله يوفقه، بس انه يغلط على الشخص نفسه فهذا الشيء غلط.
يعني هو ما كان ينتقدني، كان شوي يحكي على شخصيتي بس مو بتجريح، بس كان يحكي كان على يحكي محتواي. بتجريح لا مو لهالدرجة، في يعني في ناس أكثر، بس كان يحكي على محتواي أكثر من إنه أنا كشخص. فإيه بالفعل بعد ما شفته هيك وكذا هيك إنسان جدا لطيف، بس بالسوشيال ميديا بتغير. بين بخدم يا حبايب صارت سيل، لأنه ممكن ترجع أنتوا باريس جادة أصدقاء، أما أنتوا ابن سوريا فصار يقول ابن سوريا مستحيل يرجعوا ويا صداقة، ولكن باريس جادة ممكن يصير هذا الشيء، ولكن ممكن يرجعوا أصدقاء. على كل راح أعطيكم اللقطة شوفوها. بين هذا الشخص وهذا الشخص لو خيروك ترجع علاقتك مع شخص بعدك ما بعرفه اصلا اكيد باريش باريش ما بعرفه وما بعرفه مستعد انك انه ترجع لا ما بدي انا ما بدي انه ارجع عادي يعني اذا حكينا كذا عادي ما في مشكله بس انه ارجع كلوز مثل اولي معه لا لانه اللي بيعمله مره بيعمله اكثر من مره من ناحيه انه خلص بده يطلع لحاله الزلمه يوصل لحاله خلص بس بدك ما بعرفه اصلا ما حكينا طيب بس شفته سلمنا على بعض من بعيد كمان بس شو ضل عنا شكرا لك. فكرة حبايب بالكومنتات اتمنوا انه يرجعون اصدقاء او لا. وبختام يا حبايب عن اختفاء قمر الطائي الصادم، صار تقريبا يوما حاليا ما منزل اي ستوري، فهل يا ترى صار وياها شيء؟ ما ادري صراحة، اكتبوا بالكومنتات شو توقعاتكم. وبس يا حبايب وصلت المقطع، فشربوا طاب لايكات، شاركوا في الزي مقابل مثل القصص، احبكم وبس مع السلامة.